ازاي اشتغل بيه ونفرح بيه ونرنمه للرب ترنيمه جديده. غنوا اغنيه جديده، سبحوا وهللوا، كل الايام دي نفرح. بعد 10 اسبوع صعب جدا، اسبوع بلاء، والمسيح لما راح الصليب من اجلنا هو قام
شفت لما انت تقوم وتكمل العمل مع المسيح، المسيح هيرجعك ويثبتك. راح ظهره المسيح على النبي على النبي ان شاء الله. رفع صلاه 153 لكل اسمك ما قدروش يشيلوا سمك. بمعنى ان انت لما تتحط في حياه او في مهمه جديده او في رساله جديده في حياتك، رجاء كمل المسير. المسير مش هتوقف. ومش بس كده، يعني تخيلوا هذا الجسد القائم من الاموات المنجم يروح ياكل معاهم سمك، مش جايب لهم انا معاك. استمر. الحياه الجديده دي هي صوره مسكره عن ملكوت السماء. يعني انت مثلا لما تتحط زي ما هو في مكان جديد يبقى ما فيش فرح، ما فيش خوف. تمام؟ قالوا السلام عليك يا رب. اعطاهم رساله جديده. اقبلوا. نفخ ده ذكر مره واحده او مرتين في الكتاب المقدس على اكثر. لما اعطاهم حياه جديده نفخ في السم الحياه. رجع تاني وربنا كمان انت في الزبوره. نفخ. اقبلوا. اعطاهم السلطان. يعني بمعنى انت بص يا بطرس ويا التلاميذ، انت المرحله دي بعدها مرحله اصعب. انت اتحطيت في المرحله دي. تلاقي المرحله الاولى كانت التلمذه مع المسيح، المرحله الثانيه كانت التسديد حقيقه الاختيار، فحقيقه البشاره والاضطهاد والعزبات من اجل المسيح. فنفخ فيهم ايه؟ الروح. قالوا كل ما تحملونه بكم حيلا وكل ما تقولونه مردودا. احبائي نحن ساعات حتى مواقع جديده ما نعرفش نتصرف ايه. مش هنخاف ولا نتعب ولا نتعب. انا ما شافوه الحاجه ثالثه ايه بقى؟ ونحن نرجع نقول الفرح كل هالفترة 50 يوم احنا فرحانين بالمسيح. الحياة في ذلك تفرض عليك ايه؟ زي ما قال بأفسس ان تخلع الانسان العتيق. ليه؟ بحسب الشهوات. قال لهم أفسس بكل وضوح بكل جرأة بكل صراحة، قال انتم فقدتم الاحساس. صوت حلو انت فقدت الاحساس. مش حس. فقدت الاحساس ليه؟ بسبب النجاسة. بسبب غلاظة القلوب. قالوا انتوا فقدتوا الاحساس لدرجة اسلمتوا انفسكم للدعارة للخطيئة. لكن رجاء اخلعوا ولبسوا. الحياة الجديدة بيخلع في لبس. اخلع الانسان العتيق. والبس ايه بقى؟ الانسان الجديد المخلوق بحسب ايه؟ بحسب الله في البر والقداسة. شوف الحياة الجديدة تفرض علينا ايه؟ حبايبي السؤال اللي عايز اختصره دلوقتي، مش عايز اطول فيه، عايز السؤال اساله. كتير مننا نعيش زي ما عاشوا التلاميذ في قلق وخوف وتوتر وعلامات استفهام من القادم. طيب هل هذا الانتظار انتظار سلبي ام هو انتظار ايجابي في حياتك؟ تنتظر مع رجاء. في كلام ايجابي. نحن ابناء الرجاء. كنيسه الرجاء. الرجاء واليقين الثابت ان الله اللي ظهر كم واحد ظهر فيهم؟ كثير. 500 اخ لمريم المجدليه اولاد نزل اعطاهم فتح ذهنهم. يعني الله في المرحله دي مرحله جدا في حياتك يفتح ذهنك لامور ثانيه انت ما تعرفش. ممكن القادم احلى كثير بس المهم انت تسمع. كانت ابواب مغلقه يعني في كثير اشياء افسدت حواليك في سرعه كثير. لكن يعني الله تخيل ان الله القائم هذا الجسد يختار هذا الله يختار وجوده. اعطيك رساله روح انطلق بشر. الحاله اللي انت فيها عايز يقول لك يثبتك في حقيقه القيام. مش بس كده تكون شاهد على القيام. احنا بنعيد على طول المسيحيين حققت ونحن شهود على ذلك. عشان كده بولس وقف قدام المجمع اليهودي. حتى قدام فلاسفه كثير تكلموا عن حقيقه القيامه. وصار يوقف الناس الافسوسيين المسيحي ما عندهمش الوداع. احنا نحن حياتنا كثير بنمر بكثير مراحل فترات وازمه قد تكون جديده مخيفه لكن هي حلوه. استمتع فيها. وابدا ابدا انت تكون بالحياه حلوه لما تكون مرتبطه بوجود الرب بظهورات الرب في حياتك، اعلانات الرب وكشف الرساله.
زي ما حصل مع التلاميذ. بعدين الفتره دي كلها نرجع لمين؟ ليه؟ لبعض الناس بتقول ده عيب، الشعب الجديد ده هو عيب. ليه؟ لان احنا المؤمنين اخذنا توبه رباني ورا توبه. توبه رفعت طرفي عن توبه. على فكره الشكل اللي موجود عن توبه كليه عملها، لكن المسيح جاء قال له ايه؟ قال له هات ايدك. بمعنى القيامه تفتح حواسنا الداخليه، مش الرؤيه، مش السمع. هل انت قبلته من داخل؟ قبلت حقيقه القيامه؟ وعرفت المسيح بقوه قيامتي؟ يعرفك. فالحياه مش تقدر تخليك ترتفع عن الموصول لكي ترى بلا موصول. شوف دقه الكلام اللي الاباء يقولوا، ما جاش ربنا عشان يوبخ. في اليوم الثامن، اليوم الثامن ايه هو؟ يوم بدايه وانطلاقه جديده. السابع ايه هو؟ السابع هو عمل ايه ربنا؟ ارتاح. القانون الاخير في ثلاثة كنيسة. فكده انا احبائي اليوم ده مميز جدا وحلو ومفرح، لان فيه ابتدت الحياه جديده وبعدها حتى الحياه اجدد. فانت احبائي النهارده اطلب منك، حتى لو كنت خايف غير القرار اللي بعده، معلش كلنا خايفين، ما ينفعش على بعضنا، كل انسان له خوف بطريقه معينه، لكن كل انسان عنده نقطه تسمع الخوف من هذا المرض، حتى الخوف اللي دمر المناعه. لكن الحزن مطلوب، الاجتماع يعني هم كلهم تلاميذ كانوا مجتمعين. ما كانش عنده واحد في حته، لان احنا احسن ما نعمله ونجتمع في صلاتنا كل وقت. وباء، الوباء ده موجود كل كام سنه يجي وباء وياخذ ناس كثيره. لكن في وسط هذا الالم الصعب والخوف من الخارج يجي ربنا ويطمنك مرتين واكثر. السلام خلاص احنا عشنا يا رب. تمام؟ عندما يكون مرحلة حياتي بحبها يا ريت ان نطلع الى حقيقة القيامة، القائم يسوع المسيح هذا الاله العظيم الذي سيصعد امام عين التلاميذ في العلية نفسها في المكان نفسه اللي احتفل فيه في العشاء الاخير، بنفس المكان في حياة القدس، بنفس المكان ظهر هو وارعى نفسه للتلاميذ. ربنا يباركهم وان شاء الله يجعلنا كلنا فرح وسعادة، وإن شاء الله نكون مستعدين لهذا اليوم، صعود يوم العصر الحلو القدس لله.